السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام والملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مشاهدينا. الخلافات اللي جرت بخصوص تقسيم الوزارات في الكابينة الجديدة أسهمت بتأخير تقديمها للبرلمان وتأجيلها الجلسة الخاصة. في نفس الوقت المؤتمرات كانت منعقدة وجارية، جاري الحراك السياسي اللي تجري الكتل بالتفاوض، وهذه الجلسات التفاوضية بخصوص إجماع الآراء بتقسيم الوزارات بشكل يرضي جميع الأطراف، تدل على عدم تأخير الكابينة الوزارية، خصوصا بعد ما شكلت اللجنة المختصة من عدة أعضاء واختصت بالمقابلات للمرشحين اللي قدمتهم الكتل المختلفة، فيما بينها بعد ما وجه السوداني بتشكيل هذه اللجنة عملها متابعة وتدقيق أسماء وسير المرشحين، ومن ثم اختيار واحد منهم حسب اختصاصه والشروط المطلوبة. لكن في حال لم ينسجم أحد المرشحين الثلاثة مع الشروط المذكورة فإن الصلاحية متاحة للسوداني باختيار الشخصية المناسبة من غير هؤلاء الثلاثة المتقدمين. بالجانب الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة، فنحو تشكيل حكومة الخدمة الوطنية والموصوفة بالنموذجية، يقترب الرئيس المكلف من عرضها على ممثلي الشعب واستحصال بطاقة العبور إلى المحطة التنفيذية اللي لم تكن المهمة فيها سهلة بالمرة، وتعقيدات كثيرة تسجل حضورها في الساحة الأبرز. قطاع الخدمات المهمل منذ عقود وصاحب الاحتياج للكثير من نظرات الالتفات، غير أن ما سرب من كواليس مباحثات الساسة فضلا عن المعلن يضيف رصيد لكم التحليلات التي تغذي معطيات مهمة في حراك الرئيس المكلف. ولمساته الأخيرة أيضا في إعداد منهاج الحقائب الوزارية على الأوزان الخدمية والسياسية على حد سواء. هذه ملفات ضمن حصادنا لهذه الليلة راح نتابعها بالبحث والتحليل، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. مؤشرات وخطوات إيجابية تشهدها العملية السياسية المتمثلة بالتحركات اللي يجريها الفرقاء فيما بينهم للوصول إلى حل يرضي الأطراف المختلفة على تقسيم الوزارات، بالوقت اللي كانت الإشارة إلى وضع لجنة مختصة باختيار المرشح الأنسب لتسنم المناصب الوزارية لحقيبة السوداني بكابينته الجديدة هي الحل الأفضل لهذه النزاعات القائمة، لئلا يتم عبور الأيام الدستورية دون تقديم شيء أذكر. نفتح وياكم هذا الملف بعد أن نشاهد التقرير الآتي. أيام تمر على المنظومة السياسية والكابينة الوزارية تنتظر أمر الفرقاء المتنازعين على تقسيم الوزارات، بالوقت الذي تمددت فيه التوقيتات التي كان من المفترض أن تقدم بها الكابينة الوزارية للبرلمان على إثر الخلافات التي عصفت في البيتين الكردي والسني، سعيا للاستحواذ على الوزارات التي يرغب بها هؤلاء الفرقاء. تكالب على هذه الوزارات من أجل الاستفراد بها طبعا وتحويلها إلى اقتصاديات والاستفادة منها. إذا استمر العمل بهذه الطريقة قطعا لن تكون هذه الوزارات منتجة، وسوف يكون فشل هذه الوزارات حتمي إذا ما تدارك السيد محمد الشياع السوداني هذه المسألة واختار بشكل نزيه بعيدا عن الضغوطات تلك الكتل. فتشكيل اللجنة التي تضم عددا من المستشارين خصصت لتدقيق ومقابلة المرشحين المقدمين من قبل الأحزاب المتنازعة على تقسيم الغنائم الانتخابية للوزارات التي ترغب باستحصالها بترأس وإشراف رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني، لاختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة وفقا للمؤهلات والشروط المطروحة. حتما اللجنة التي شكلها المرشح لرئاسة الوزراء السيد محمد الشياع السوداني دورها سيكون إيجابيا، إذ أنها ستسرع بنتائج الموافقة وعدم الموافقة على قبول المرشحين لتسنم الوزارات المقبلة، لا سيما أن السيد السوداني قد وضع بعض الضوابط والأطر والشروط على هؤلاء المرشحين،
فحتما موضوعة اللجنة المشكلة هي ستساعد السيد السوداني وتسهم في اختيار المرشحين للوزارات المقبلة. الحقيبة الوزارية بانتظار الاتفاق النهائي واختيار الشخصيات التي تشغل مناصب وزارية في الكابينة الجديدة وفقا لنتائج اللجنة التي ستعرض عند انتهاء المقابلات المقررة للإسراع بتشكيل الحكومة المرتقبة بعد الشروع بتقديم الكابينة الوزارية. الخلافات القائمة تؤخر تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، والحلول تتمحور حول وضع لجنة لمتابعة وتدقيق سير المرشحين واختيارهم وفق الكفاءة والتخصص. نهشم مري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ جاسم محمد جعفر النائب السابق والقيادي في ائتلاف دولة القانون. حياك الله أستاذ جاسم، أنا مرحب بحضرتك. وكذلك أرحب بالسيد النائب عن حزب تقدم الأستاذ لقمان الرشيدي. حياك الله أستاذ لقمان ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ لقمان، أبدأ مع حضرتك لما نتحدث عن مؤشرات اللي بدت بخطوات إيجابية منذ لحظة التكليف. في الآونة الأخيرة صارت هنالك بعض العرقلة السياسية، أحزاب لم تتفق على وضع الوزارات، هل هنالك إملاءات على المكلف أم أن جميع الأحزاب متفقة على الآلية اللي اختطها لاختيار كابينة الوزارية بوجود لجنة وتقديم مرشحين، 3 إلى 5 مرشحين لكل وزارة، وله حرية الاختيار وفق ضوابط هذه اللجنة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك ولضيوفنا الأكارم ومشاهدي القناة المحترمون. حقيقة اليوم الشعب العراقي ينتظر منا الكثير. مضى أكثر من 10 أيام على تكليف السيد السوداني لتشكيل كابينته الحكومية في مخاض ولادة حكومة جديدة قوية. بعد تكليف السيد السوداني أعلن بتشكيل لجنة فنية مهنية لتقييم واختبار مرشحين المتقدمين لنيل مسؤولية حقيبة وزارية أو مسؤولية في حكومته. حقيقة مؤشر جيد من قبل السيد المكلف السيد السوداني. هناك ضوابط وشروط واختبارات الذي سوف يتم مقابلتهم من قبل اللجنة المشكلة من قبل السيد المكلف. هذه مؤشر إيجابي لاختيار من هو الأكفأ لتشكيل هذه الحكومة المقبلة إن شاء الله. طيب سيد لقمان، ليش حدثت هاي التجاذبات السياسية؟ يعني حتى نتحدث أيضا ضمن الأحزاب السنية تحديدا، أيضا كانت هنالك بعض الخلافات، هل تم حلها؟ هل تركت مساحة الاختيار للمكلف؟ حقيقة هناك عدة محاور، وهناك اتفاقات، وهناك بعض التفاهمات بين الأحزاب، وعدم التفاهمات وعدم الاتفاقات بين الكتل السياسية، وهناك بعض الضغوطات قد مورست للسيد المكلف من قبل الكتل السياسية والأحزاب تتسابق على مصالحها الشخصية ومصالحهم الحزبية، قد أثرت إلى تشكيل الحكومة إلى أيام القليلة المقبلة إن شاء الله. ندعو من السيد المكلف أن يتجاوز هذه المحن، وندعو الكتل السياسية أن تتخلى عن بعض التشنجات أو بعض الضوابط لحين إكمال هذه، لأن الشعب العراقي اليوم تنتظر منه الكثير هذه لتشكيل الحكومة. نعم أستاذ جاسم، مجدد ترحابي بحضرتك، وأيضا نتحدث عن التحديات اللي يواجهها المكلف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة. لربما إذا ما تحدثنا عن المنهاج الحكومي، كانت هنالك تفاهمات حتى قبل التكليف، ولكن اللجنة لما وضعت شروطها وطريقتها باختيار المرشحين، هذا الموضوع راح يواجه المزيد من العواقب أو المزيد من الاعتراضات من قبل الكتل السياسية، وكيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيات لجنابك أستاذ لقمان وجميع المشاهدين الكرام. بصراحة الحكومة التي تتشكل
لكل الكتل السياسية الموجودة في البرلمان ليغطي 270 أو 73 نائب. نعم. من الطبيعي ليس يعني سهل توزيع المناصب الحكومية أو بالضبط الوزارات إلى هذه الكتل. كان قبل عندنا كتلتين بالشيعة وكتلة بالسنة وكتلة عند الكرد، والآن أصبح تقريبا حدود 20 كتلة. تريد توزع الوزارات بهذه الكتل واعتياد بها من نوع من أنواع الصعوبة. وبالإضافة يعني أعطي لرئيس الوزراء بعض الكتل، بعض المناصب الوزارية على أن يختار، وخاصة من حصة الشيعة أخذ المالية والصحة والصحة والمالية والكهرباء، ثم أضيف الداخلية والدفاع. يعني هو تقريبا طار 25-30% من وزارات الشيعة بهذا الشكل. من الطبيعي راح يكون التنافس شديد على هذه القضية، لذا نرى بأن هذا التنافس موجود، وهذا يعني بشكل عام طبيعي، لأن أنا أشارك معك وأيدك وأقف معك، وبالمقابل عند الشعب عند الجماهير يريد يشوف خدمات معينة، والخدمات تأتي من بصراحة من الوزير الذي أنا سوف أدفعه إلى مجلس الوزراء. لذا القضية طبيعية، وأنا أتصور ليست أول حكومة تعاني. أنا أتذكر حكومة المالك الأول والثاني، بعض استمر 6 أشهر 5 أشهر يلا تشكلت الحكومة، والآن حكومة يعني السيد السوداني صار 10 أيام بالضبط، من 13-10 اليوم احنا 25-10، يعني 12 يوم صار لنا. الوقت ما يشكل عندنا عائق استاذ جاسم، باعتبار انه ضحينا بسنه من الوقت، وان كانت هي لا زالت المدن السنه. السيد السوداني ما له علاقه بالسنه، سنه القانون والدستور يطالبه بالشهر من يوم استئزاره اللي كان 13-10، لازم قبل 13-11 تشكل حكومه، وهذا يتشكل. طبعا انا لا ما كلش يعني متفائل بانه هذا الاسبوع يعني تحسم الامر في جلسه البرلمان وتمنح الثقه للسيد رئيس الوزراء، ولكن اوائل الاسبوع القادم اتصور على اقل تقدير يكون 50+1 او قد يوصل الى 15-14 وزير تحسم فيها الدوله العراقيه. والتحديات الذي ذكرناها تحديات بسيطه مقابل التحديات التي راح تواجه الحكومه في المستقبل. أنا أتصور التحديات التي يجب أن يعني يفكر بها ويعمل لتذليلها من قبل السيد رئيس الوزراء والكابينة الحكومية أصعب بكثير من تشكيلة الحكومة، والذي تعتبر تحديات طبيعية تحسم وتحل بأقرب فرصة ممكنة. طيب أستاذ لقمان، نتحدث أيضا عن الأوزان السياسية اللي تبعتها اللجنة ب الضوابط اللي وضعتها وألزمت نفسها بها وتقسيم هذه الأوزان على الكتل السياسية. بالتالي حزب تقدم، هل تراه بأن أخذ استحقاقه؟ هل هنالك من ينافسه حول هذا الاستحقاق؟ هل من الممكن أن يقدم تنازلات لذات المكون إذا ما كان هنالك تنافسا على وزارة معينة؟ بالتأكيد أستاذ، هناك خلافات داخل الكتلة السياسية. حسب ما وردنا مؤخرا انه تم اتفاق، هناك كان خلاف بين كتله العزم والتقدم داخل كتله السياده على منصب استبدال يعني حقيبتين الدفاع والتخطيط، على ما اعتقد تم التوصل الى حلول ناجحه ان شاء الله بينهم. قريبا ان شاء الله سوف يتم اعطاء القائمه للسيد المكلف لاختيار من هو يكون مناسبا لشغل هذه الحقيبه. مو احنا لاحظنا اكو حراك بين الاحزاب السياسيه وبين المكلف، يعني بالتالي هل صار اتفاق انه يتم تواصل الاحزاب فيما بينها واتفاق على مرشحين وتقديمهم الى المكلف؟ بالتأكيد خلاف ما أخفي السر، خلاف موجود في كل الكتل المشاركة في تشكيل الحكومة. هناك خلاف كردي كردي، هناك خلاف شيعي شيعي، هناك خلاف سني سني، على ما أعتقد أنه خلافات ليس بالعميقة.
إنما ممكن أن تحلحل هذه الخلافات ضمن الحوار، ضمن التفاهمات إن شاء الله. أتمنى أن يكون قد انتهى موضوع الخلافات، سوف نصل إلى نتائج حقيقية وقريبة إن شاء الله. نحن نؤكد على أهمية تشكيل حكومة جيدة قوية تلبي طموح جميع المكونات أبناء الشعب العراقي، وتعزيز العلاقات الدولية المتوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم الاستقرار البلاد. من هنا، من هذا المنبر، ندعو الكتل السياسية إيجاد حلول مناسبة لحلحلة وتسوية الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية، لكي نعطي فرصة أكبر للسيد السوداني. أعتقد السيد السوداني له خبرة كبيرة وله دراية في كيفية تشكيل الحكومة، ولديه كافة تفاصيل البلاد والمعوقات وإيجاد الحلول، لديه إمكانية كبيرة. نحن من هذا المنبر داعمين إن شاء الله للسيد السوداني، قريبا نتمنى له أن ينجح لتشكيل كابينته الحكومية. طيب أستاذ جاسم، يعني هذا الدعم وهذا الكلام اللطيف اللي تفضل به سيد لقمان، هل هو يعني ينطبق على حزب تقدم بصورة عامة، أم أنه تعتبره وجهة نظر شخصية بالمقارنة بالمواقف الحزبية؟ وإذا ما أخذنا بلحاظ النظر بأنه السيد السوداني هو مرشح الإطار، هذا رقم واحد، وبالتالي عندنا بعد الإطار هو تحالف إدارة الدولة، الكتل أغلب الكتل البرلمانية دخلت ضمن هذا التحالف، فبالتالي لما يكون له هذه المرجعية السياسية، هل من الممكن أن تعصف الخلافات بقضية الاختيار؟ أنا ما أتصور الحكومة تتشكل بخلافات بسيطة قابل للحل، ولكن أنا متوجس ومقلق عن التحديات اللي راح تواجه هاي الحكومة في تقديم الخدمات، في القضاء على الفساد، في حل إشكال مثلا الجانب الصحي، الجانب الاقتصادي، تحريك الوضع، البطالة الموجودة، التظاهرات اللي راح تظهر من هنا وهناك، التحديات، وهذه المسائل تصور تحديات أقوى بكثير من تشكيل حكومة. تشكيل حكومة تتشكل، يعني أنا مطمئن قبل الفترة المحددة والتاريخ المحدد ستكون الحكومة جاهزة وحاضرة، ولكن احنا يهمنا اذا هذه الحكومة تنجح او ما تنجح، تفشل او ما تفشل. نعم. تقدر النقاط اللي طرحها السيد رئيس الوزراء بتقليل الفساد، بالقضاء على البطالة، بحسم المشاريع الواصلة الى مراحل عليا، يعني ذني مسائل ليس سهلا مقابل بوجود ساحة ومساحة كبيرة من المعترضين على أصل تشكيل الحكومة، وهناك جماهير مؤثرة لهم قد يعيقون بعض الأعمال، إضافة إلى إمكانات الدولة وإمكانات هل يمكن ترضية الناس وتقليل البطالة بالتعيين والدوائر مليئة بالموظفين، أم هناك مشروع آخر تقوم به الحكومة لتفعيل وتنشيط القطاع الخاص حتى يتوجه الشباب إلى القطاع الخاص، وهذا يحتاج دعم حكومي كبير حتى يمكن فتح هذا المجال. الجانب الصحي عندنا جانب منهار، هل الحكومة قادرة؟ يعني قضايا كثير لا نتطرق جزئياتها. أنا أتصور لا، أنا ما أعتبر تشكيل حكومة تحدي، تتشكل وبسهولة ودون أي صوت ودون أي ضجيج، ولكن أنا كلش خائف عن بعد تشكيل الحكومة وضعف إمكانات الحكومة حسب ما ورث من الحكومات السابقة بكثير من القضايا الذي مرات يشل ومرات يعيق ومرات لا يعطي الفرصة الكاملة للسيد رئيس الوزراء على أن ينطلق انطلاقة سريعة وقوية. طيب سيد لقمان، يعني لو لاحظنا أنه الخريطة الوزارية لما توزع بعض الكتل السياسية تزهد في بعض الوزارات، الثقافة، الموارد المائية وغيرها من هذه الوزارات، وتعتبر بعض الوزارات سيادية. هسه ما أعرف ليش سموها سيادية، هل لمردوداتها المالية، النفع من هذه الوزارات، يعني إقبال الكتل وفتح شهيتها على استيزار الوزراء من هذه الكتل بعينها،
حقيقة أيضا يخضع لهذه الأوزان اللي يوضعها المكلف؟ حقيقة سؤال مهم جدا، هي هاي أحد المعوقات أو أحد المشاكل التي تصارع عليها الأحزاب والكتل فيما بينهما، أيهما أفضل وزارة، أيهما سيادية، أيهما خدمية، أيهما أمنية. هناك هي أحد الأسباب تأخير تشكيل حكومة بين الكتل. البعض يتصور أنه بعض الحقائب الوزارية سيادية وبعضها خدمية. أنا أقول يعني الوزير الشخص المكلف في تشكيل حكومة يضع معايير ضمن اختصاصات ضمن الضوابط، مثلا لا يجوز طبيب اختصاص أجيبه أخليه مثلا وزير الرياضة والشباب، أو شخص مهندس أجيبه أخليه مثلا في دائرة غير اختصاصه. فهذه أحد معوقات بصراحة، وأنا أكد ما طرحه أستاذ جاسم. نعم. يعني هناك بعض الاحتمال سوف يواجه السيد المكلف بعض المعوقات بعد تشكيل الحكومة. الحكومة سوف تتشكل إن شاء الله قريبا. هناك عدة نقاط قد وضعها السيد المكلف بأنه ضمن برنامج عمله أثناء إدارة الدولة. هناك بعض الفقرات، وهناك بعض الالتزامات، وهناك بعض المطالب جماهيرية وشعبية سوف تطالب بها المواطنين والشعب العراقي. أولا ممكن أن يقوم سيد المكلف بزيادة تخصيصات المشاريع الخدمية وشبكة الرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الاقتصادية، وإيجاد برامج لحد من الفقر، فضلا عن العمل الجاد لكشف ومحاربة كل أشكال الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة. هذه معوقات هذا الفساد أستاذ لقمان، هو التركة الثقيلة اللي تعودنا الحكومات دائما ما تلقي باللائمة على التي سبقتها، خصوصا بأنه سرقة القرن هسه قمنا نشهدها، وقمنا نتوجه سخيفة بأداء الحكومة الجديدة شلون راح تعالج هذه الملفات، وهذا راح نفرد له بالملف الثاني بحث مفصل. ولكن أستاذ جاسم أرجع لحضرتك أسألك عن بعض المطالبات اللي ظهرت على الساحة اليوم، أكو مستجدات في عملية تشكيل الحكومة، وهو مطالبة الأقليات باختيار وزراء من عندهم. يعني حضرتك سيد العارفين بأنه القومية الثالثة في العراق هي القومية التركمانية، إذا أخذنا حضرتك أنموذجا، الوزير يرشح من قبل كتلته السياسية اللي إلها وزن انتخابي، لو راح نرجع على المكونات هاي مو راح يصير عندنا ازدواجية بالمعايير؟ يعني من حسن الحظ أنا وأستاذ لقمان كلانا من القومية التركمانية، ولا بد أن ندافع عن المكونات بشكل عام. بصراحة آخر لقاء مع السيد رئيس وزراء المكلف السيد السوداني صار حديث مفصل عن المكون التركماني بشكل عام حتى نكون أكثر دقة. اقترحنا ثلاث مقترحات. أول مقترح بأن هذا المكون أعطوه وزارة، خلي هم التركمان بيناتهم يختارون هذه الوزارة، وحتى وإن كان هذه الوزارة على مستوى وزارة الدولة، إن لم يكن قادر على أن يكون هناك وزارة مهمة خلي يكون هناك وزارة لهم، كما للمسيح الأخوة المسيحيين هناك وزارة دائما موجودة في كل دولة أو في كل حكومة. هذا أحد المقترحات. والمقترح الثاني، الرئيس الوزراء هو الذي يضغط على بعض الكتل الكبيرة على أن يختار أحد التركمان في تركيبة تشكيلته، ويضع أحد التركمان ضمن حكومته، كما قام بها الدكتور جعفري في حكومته، والمالك الأول والمالكي الثاني، وكذلك في حكومة العبادي الأول، بعدين تغير حقوق الإنسان إلى، وكان من المتفق أن يكون كذلك وزير الصناعة من التركمان، ولكن الاختلاف داخل التركمان اللي أدى إلى هذا الاختلاف. المقترح الثالث، إن كان غير ممكن في تركيبة في كابينة الحكومة يوكل أحد الهيئات المستقلة المهمة اللي بوزن أو على وزن وزير لأحد التركمان الموجودين. هذه المقترحات أتصور راح ينطبق واحد من عندهم، أنا حسب علمي ورأيي الاتفاق الذي صار مع دولة الرئيس، وبالتالي لا أعلم ياهو الذي يأخذ. أتمنى أن يكون يعني الأول أولى،
وإذا لم يكن الثاني أولى، لأن إحنا بصراحة التركماني يفيدنا أن نكون في مجلس الوزراء، في الكابينة الوزارية. نعم. بمسائل كثيرة، عندما تكون أنا ثلاث دورات وزير، حكومة الجعفري، المالك الأول، المالك الثاني، يعني ثلاث حكومات وزير، أدري بأن وجودي في مجلس الوزراء أنا على مسافة قريبة كلش مع وزير الداخلية، وزير الدفاع، كل الوزارات، وبالتالي أحل مشاكل المكون داخل مجلس الوزراء بأسرع ما يمكن حله. ودي كتاب، جيب كتاب، وتروح تزور الوزير كما يقوم بعض الأخوة البرلمانيين. طيب. يعني وجود الوزير وتأثيره على مجلس الوزراء والحصول على بعض الامتيازات يكون بصراحة أسهل بكثير من يكون إنسان خارج الوزارة. وارجع إلى عملنا، سواء كان المتضربين في تازة خرماتو، في شيرخان، في طوس خرماتو، في آمرلي، شلون كنا نحصل من مجلس الوزراء إعانات وتعويضات بسرعة ممكنة. هذه المسائل بصراحة يعطينا أكثر قوة وأكثر تأثير في الواقع الخدمي التركماني. أما توكيلنا إلى هيئة مستقلة فيما بعد يبقى خارج مجلس الوزراء، مؤثر جيد ولكن دون المطلوب. طيب استاذ لقمان، شو تشوف ان هذا المعيار؟ يعني احنا نتحدث عن اوزان للكتل السياسيه، وخلينا نضرب مثل، يعني اسمحوا لنا، انه لما على سبيل المثال يترشح السيد جاسم محمد جعفر عن ائتلاف دوله القانون، وحضرتك ترشح عن حزب تقدم، في هذه الحاله الوزاره المن راح تنحسب، للحزب لو للمكون؟ حقيقة نحن نطمح، ومن خلال قناتكم المباركة ندعو السيد السوداني إنصاف جميع المكونات والقوميات والمذاهب، إذا كنا نتحدث عن الديمقراطية والحرية والعدالة. حقيقة نحن كقومية الثالثة والعنصر الأساسي من مكونات الشعب العراقي، يعني نحس دائما أو نشعر بأن هناك غبن أو ظلم في عدم إعطاء، وأحيانا نشعر أنه هناك ضحية، المكون الأساسي الثالث في العراق نحس أنه ضحية للخلافات السياسية أو المساومات بين الكتل السياسية. نذهب أحيانا بصعوبة أن نحصل الحقيبة الوزارية، ولكن هناك قوميات أخرى مثل ما ذكر أستاذ جاسم، الأخوة المسيحيين يعني أخذوا حقيبتهم في كل حكومة، يعني ثابتة أنه للمسيح المكون أساسي هناك. ما معترضين لا سمح الله يعني من باب الاعتراض، ولكن من باب الأوزان. يعني حتى عندنا تسريبات هسه أستاذ لقمان تتحدث بأنه اللجنة المختصة باختيار الوزراء راح تشتغل على موضوعة النقاط لحل الخلافات الدائرة، سواء على بعض الوزارات السيادية أو حتى على الطلب المقدم من قبل الأقليات. يعني بالتالي احنا ينبغي على السيد السوداني ان يضع في ام عينيه انه يكون حق المكون التركماني في من اولى اولوياته في تشكيل كابينته. نعم. الحكومية. اما بالنسبة لاختيار من سوف يكون هو الوزير يمثل القومية، بالتأكيد هو من الأخوة، هناك أحزاب متكاتفة ومتعاونة فيما بينهم، أحزاب التركمانية، هناك لجنة، هناك زيارات ولقاءات مع الكتل السياسية ومع السيد المكلف ومع بقية القيادات السياسية في البلد. أعتقد نصل إلى نتيجة من يكون هو الأفضل، يكون هو ممثل للقومية التركمانية. يعني مو ليس من الضرورة أن يكون سين أو صاد من المرشحين، أما نحن نقول أن من هو الأكفأ يستطيع أن يدير الوزارة أو يستطيع أن يقدم شيء لأهالينا المحرومين ما صاب، خاصة محافظاتنا المحررة في شمال بغداد. هناك قضاء، أكبر قضاء في العراق، ما حل عليه من الدمار ومن التهجير، من الخطف، من القتل، والأقضى والنواحي التابعة لها. هناك قضاء أبيدت بالكامل، قضاء العياضي، ناحية العياضية عفوا، ناحية المحلبية. هناك قرى في شريخان وقرقوين ورشيدية، وقرى
في سهل نينوى. نعم. هذه المناطق تقطنها التركمان محرومين من عدة أمور، هناك نقص في الخدمات، هناك نقص في كثير أمور في الكهرباء وأمور كثيرة تحتاجها من خلال إيجاد أو من خلال تنصيب أحد قادة تركمان منصب وزير بإمكانه أن يقدم من خلال الكابينة الوزارية تقديم. يا ريت نتوسع بهذا الملف بعد أكثر أستاذ لقمان وسيد ضيف الأستاذ جاسم محمد جعفر، وننتقل إلى الملف الثاني. تفضلوا بقاء معنا بعد الفاصل، تتابعون المشاهدين الأحبة. حياكم الله مجددا. مقدمة المهام اللي تنتظر الحكومة المختلف على موعد ولادتها هو إيقاف التدني والتراجع غير المسبوق في قطاع الخدمات وإطلاق ساعة بدء الاستثمار في القطاعات المختلفة، بما يحقق الترابط وإصلاح العلاقة المتوترة بين الساسة والمواطن. مشاهدين، نفتح هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. حكومة إعمار وخدمات وتحديات مشوار هو العنوان الأبرز لحكومة محمد الشيع السوداني. تركة ثقيلة من ملفات وجملة تقاطعات في الأمن والسياسة والاقتصاد والخدمات والتململ الشعبي، كنتاج طبيعي للسياسات غير المدروسة للحكومات السابقة والحالية. لذا ينطلق الرئيس المكلف المعروف بحيويته الاستثنائية إلى تأليف كابينته الوزارية وفق تطلعات الشارع المحتقن بالأزمات، والذي يبدو التعبير فيه عن النقص الحاد في الخدمات من أوضح الواضحات. ملف الخدمات الوطنية الذي عزفت على أوتاره المقطوعة الحكومات الماضية لكن دون أي نتاجات، فهذا القطاع يتعرض لسلسلة من النكبات اللامتناهية ومنذ عقد الثمانينيات، ملفات متراكمة ومتشابكة تصدى لها الرئيس المكلف بمهمة أوكلت إليه بعد مرور أكثر من عام على انتخابات برلمانية أنتجت أسوأ وأطول مرحلة انغلاق سياسي في عراق ما بعد التغيير، لترفع شعار الخدمات وتعطيه أولى الأولويات. وإذا ما استطاع السوداني تمرير فريقه الوزاري في اختبار الجلسة النيابية، فإنه مرر الكرة إلى الحكومة الجديدة التي ستكون بمواجهة الملفات القديمة وحصد فرص النجاح والمساحات الاستثنائية لتجاوز إخفاقات الماضي، وهذا ما سيضيف نقطة فارقة في إعادة ترميم العلاقة بين الطبقة السياسية والشارع والتي كاد أن ينفرط عقدها غير مرة. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدينا الأحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريمين السيد لقمان الرشيدي والأستاذ جاسم محمد جعفر. أستاذ جاسم، لما تحدث عن التحديات اللي تواجه الحكومة، حضرتك في الملف الأول أشرت بأن ولادة الحكومة ما تعتبر تحدي، بل أن عمل الحكومة هو التحدي الأكبر. إذا ما قارن الأداء الحكومي الحالي بلجنة برلمانية قالت 17% من المتحقق، والتراكمات وما وصلنا إليه من كشف وزراء متخصصين في حكومة تصريف الأعمال لملفات فساد، أبعدها الأجهزة الرقابية ما مدققة وما كاشف الملفات، ذات الحكومة وذات وزراءها يكشفون هذه الملفات. طيب الحكومة الجديدة لما تشكل إيش راح تواجه من ملفات مسكوت عنها؟ نعم، لا أخفيك سر بأن التحديات اللي تواجه الحكومة تحديات صعبة، وخاصة هاي القنبلة الأخيرة 3.7 تريليون دينار، وكيف تم صراحة عن أخذها من خزينة الدولة وأين ذهبت، ولا تزال أو لا يزال الرأي العام صراحة متألم من هذه الحادثة. وكان على السيد رئيس الوزراء كان يتصور لو كان يتعامل بنوع من أنواع القسوة مع هذا الملف، كان يتصور يكون له دور على أن مثل هذه الملفات لا أسمح، بل سوف يكون قاسيا معه، ولكن كان أتصور كان التعامل طبيعي نوعا ما، رغم بأن الرأي العام كان رأي قوي. أنا أتصور السيد رئيس الوزراء اللي أولوياته اللي أعلنها بالقضاء على الفساد يحتاج أن يكون قاسي مع الفاسدين، وأن يحرك الرأي العام لكل فاسد، وأن لا يعني يفرق بين من وراء هذا الفاسد وبين من. هل يمكن لرئيس الوزراء الذي ليس له كشخصه وكحزبه كتلة كبيرة، إنما مكون من كتل الإطار وتم الاتفاق عليه، أن يكون
يعني حذرا قويا قاسيا على الوضع الموجود. بصراحة هذا يحتاج التجربة والعمل القادم واللي يبين هل السيد رئيس الوزراء حاضر أن يضرب كلية كائنا من كان قريبا أو بعيدا من حديد. هذه قضية يحتاج لفرصة معينة حتى نعرف آثاره. قضية الكهرباء وقضية الصحة قضيتان أساسيتان مهمتان، إذا نجح بها رئيس الوزراء يعتبر نجاحا باهرا، وخاصة هو الذي أخذ على عاتقه هذين الملفين على أن لا يشارك بها الأحزاب والكتل السياسية الأخرى. إذا نجح فله النجاح، وإذا فشل بصراحة يكون نتائجها واللوم الموجه إلى أكثر مما يأخذه كتلة من الكتل أو حزب من الأحزاب. قد لا ينعكس على مستوى شخصي بل ينعكس على الكتل التي رشحت المتلف. هاي قضية ثانية. أولا أنت أعطيت للوزير أو لرئيس الوزراء صلاحية هو يختار من يجيب لخارج الأحزاب والكتل السياسية، عليه أن يأتي بشخص قادر على أن يكون ناجح في عمله. أما إذا فشل يرجع أول مرة له بعدين الكتل الذي اختار رئيس الوزراء، هاي قضية ثانية يصير. ولكن مهم على أن ينجح بالأشخاص الذي هو أتى بهم، هذا من ناحية الاختيار ووزير الصحة ووزير وحتى الداخلية والدفاع. هذا من ناحية الاختيار. أستاذ جاسم دعني أقاطعك، أذهب إلى أستاذ لقمان. هذا من ناحية الاختيار. خلينا نجي إلى ناحية منهاج السودان الخدمي. طبعا بحسب الشارع السياسي خاض في التفصيلات الشيء الكثير ووضح وأوجز، أسهب في مجال ولخص في مجال، خلى أولى الأولويات متسلسلة. طيب ما مدى أن يلقى الدعم الكافي على الصعيد السياسي مرة وعلى الصعيد النيابي مرة أخرى أستاذ لقمان؟ بالتأكيد حقيقة هي تركة ثقيلة، الله يكون في العون. السيد السوداني يعني استلم كابينة أو استلم قيادة البلد، هناك تركة ثقيلة وتحديات كبيرة حقيقة. هناك مثل ما ذكر أستاذ جاسم أولى الأولويات، هناك نقص في الكهرباء، هناك نقص في مشاريع الصحية أو دوائر الصحة، وكثير من المشاريع الخدمية معطلة، هناك مشاريع متوقفة، وخصوصا في المناطق التي المحررة نستطيع أن نقول، أو الذي قبل أيام أو قبل سنين تم استغلالها أو احتلالها من قبل المجرمين الدواعش. فيبدو أنه تركة ثقيلة. إن أراد أن ينجح هناك يحتاج إلى دعم نيابي ودعم الكتل السياسية. يجب أن نقف بجانب سيد دولة رئيس الوزراء، أن ندعمه وننطي حرية بالعمل ونعطي مجال أكثر في التحرك وفي تقديم الخدمات. بصراحة يعني يحتاج جهد إضافي وجهد يكون تخصيص مالي لخاصة قضية الكهرباء وقضية الخدمات وقضية الصحة من أولى الأولويات الحكومة المقبلة. طيب أستاذ جاسم، يعني تفضل السيد لقمان بأنه هذه التركة الثقيلة راح تكون عقبة كؤود أمام طريق الحكومة الجديدة، بالتالي شبهات فساد عندنا، أكو حكومة جديدة راح تستلم هذه الملفات، هل نشهد دعما تشريعيا رقابيا يمكن هاي الحكومة من تجاوز هكذا صدمات؟ أولا أنا أتصور يعني أقول بأنه ليس من الصحيح أن يقول الرئيس الوزراء بأنه هناك تركة ثقيلة وأني فشلت لأنه أكو تركة ثقيلة. صراحة لأنه هو قبل ما يستأذر يعلم أنه تركة ثقيلة، وكان عليه أن يتحدث بأنه الذي أتمكن بعملي هذا. عندما يقول أنا قادر على فلان شيء معناته قال بعدما درس الوضع، لأن هذه العلل بصراحة قد يعني يكون علل غير يعني مقبولة، بأنه التركة ثقيلة، أكو فشل، أكو هذا المسائل كلها لازم مدروسة، وعندما نعمل نأخذ بنظر الاعتبار. لذا علينا أن نعمل بخططنا اللي تم الاتفاق عليه، سواء كان بالقضاء على الفساد أو بالصحة أو
تأمين الأموال أو ببناء ومبيعات الأعمار، قضية البلديات، الماء والمجاري، قضية البصرة وبعض المناطق، قضية المدن اللي يعني دخل بي داعش، هذني كلها تحديات أمام واعد الناس بنقاط ملموسة واضحة. لذا علي أن يترك الماضي ويترك ويتكلم على هذا العمل ويأتي بنتيجة، وإلا ما أتصور الآخرين يقبلون إلى الصيف الجاي شافوا كهرباء أساء مما كان هذه السنة، والله شنو غاز ماكو، بنزين ماكو، هذه العلل تصور ما راح يكون بصراحة يعني داعم لمشروع السيد رئيس الوزراء. لذا عليه أن يحسب من الآن ويعمل من الآن على أن لا يتعلل على علل القديمة اللي هو تحدث به كانت هذه العلل موجودة. وأتصور القضية ليس بسهل، ولكن عليه أن يسعى بسعي حثيث. وأتصور شعبنا بصراحة أنا أحكيها، الشعب والجمال ترى ما يتوقع أشياء معجزة. أقول كان عند 10 ساعات كهرباء خلي يصير 12 ساعة، خلي 13 ساعة، 14 ساعة، بس لا ينزل على 8. هاي التوقعات ترى مو توقعات كبيرة ومهمة. البطالة إذا تم تعيين 10,000 20,000 من شبابنا هذا يعتبر يعني إنجاز كبير، ولكن ليس التعيين هو الحل الأمثل، لأن الدوائر متروس عليه أن يرتب أو ينظم آلية عمل معينة أن يكون التعيين خارج الدوائر بجاذبية أكثر وبراتب أكثر وبضمان يعني مستقبلي أكثر. هذين النقاط مهمة. الزراعة، الأرض الصخبة الموجودة، هل المزارع يقدر يزرع؟ إذا على الحكومة أن يقوم باستصلاح الأراضي وليس الفلاح. يعني أكو بعض القضايا بصراحة إذا لم تدخل الحكومة بقوة لحلها مستحيل أن يكون الإنسان يرضى عن الحكومة ويقوم ينتج له فواكه معينة يأتي من الخارج بأرخص منه بكثير، وبالتالي يفشل وبالتالي يزيد البطالة ويزيد. يعني حتى القطاع الخاص يحتاج لعمل دؤوب وعمل مبرمج وعمل يؤدي إلى الإنتاج ويؤدي إلى الجاذبية والعلاقة بين الحكومة وبين القطاع الخاص، وإلا أنت وربك إذا فقاتل ونحن هنا قاعدين. يا قطاع خاص روح اشتغل، شلون يشتغل إذا ما تقدر الحكومة تقدم الدعم الكامل لتطوير مثل هذه الأعمال؟ طيب أستاذ لقمان، يعني اللي أفهمه من كلام السيد جاسم محمد جعفر بأنه من أولى أولويات الحكومة أيضا يجب أن يكون إيقاف هذا التدهور. هسه ما مو قضية معالجة، ولكن على أقل تقدير إيقاف التدهور الحاصل، ومن ثم ترتيب نظام جديد، إعادة برمجة للكثير من البرامج الوزارية، وأيضا لما الحكومة فرضت على نفسها أنها تكون حكومة خدمات، هذا الموضوع راح يخليها بتماس مباشر مع المواطن. شلون راح تقدر ترضي المواطن بفترة قصيرة؟ بالتأكيد على السيد السوداني أن يضع خطة أمام خارطة، يعني خارطة الطريق يعني يسير عليها بخطوات جدية وفعلية. هناك عدة مشاريع خدمية تمس المواطن معطلة منذ حكومات السابقة. هناك ملف التعويضات، هناك ملف المغيبين، هناك ملف المشاريع المعطلة، مشاريع زراعية، وكثير من الأمور التي تمس حياة المواطن. هناك بعض التراكمات اللي تركها الحكومات السابقة يجب أن يضع عليها حلول، ويجب أن حلحلتها وإيجاد مخرج بحيث يعني يكون الشعب العراقي يعيش برفاهية وبمهنية، ويكون لديه يعني يعيش بكرامة بصراحة. يعني الآن اليوم كرامة المواطن أو الشعب العراقي مهان، لا يستطيع أن يحصل على قوت يومه، لا يستطيع أن يحصل على تعويضات اللي خاصة المناطق المتضررة أو المناطق المحررة. هناك ملفات كثيرة، هناك موضوع مسائل والعدالة، هناك موضوع تدقيق الأمني، هناك بعض دوائر الدولة لا يزال يعانون من الصرف مستحقاتهم. هناك يوم أمس كان هناك مناشدة من مديرية ماء نينوى، مناشدة يطلبون، مضى علينا 4-5 سنوات محررين من الدواعش ولا يزال لم يستلموا رواتب، ما هو السبب؟ أين متوقف؟
فهاي كلها مشاكل راح يواجهها السيد المكلف حقيقة. يجب عليه يعني بوضع خطة محكمة وخطة مهنية بحيث يقوم بحلحلة هاي المشاكل كلها، ونحن بدورنا داعمين للسيد السوداني أن ينجح في حكومته. أشكرك شكرا جزيلا سيد لقمان الرشيدي النائب عن حزب تقدم، أثريت الحوار في الملفين، والشكر الكثير لحضرتك الأستاذ جاسم محمد جعفر النائب السابق والقيادي في ائتلاف دورة القانون، أثريت الحوار في الملفين، ضيوفا كراما في الاستوديو، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى، في أمان الله.